صباح الخير. صباح النور. محمد مراد، أني أوضة؟ غرفة 1245. والله وليك وحش يا ابو السيد. ايه ده؟ ايه اللي عمل في وشك كده؟ ولا حاجة يا باشا. أنا أصلي اتزحلقت وأنا خارج من الدش. لا لا لا، سلامتك ألف سلامة. بخلي بالك على نفسك يا سيد. سعادتك عايز مني إيه بالظبط يا باشا؟ أنا قلت لسعادتك على كل اللي عندي. لا، لو قلت كل اللي عندك ما كانش حصل كده في وشك يا سيد. رحمة أبويا، أنا عندي حاجة تانية أقولها لك. كده يبقى أنت عايز تتزحلق تاني يا سيد، بس المرة الجاية مش هيبقى على وشك، على رقبتك. هتتكسر وهتخرج من هنا على الآخرة، ولو ما خرجتش على الآخرة هلبسك تأبيدة وأوصى عليك رجالتي، ودول حبايبي ويتمنوا يخدموني، هيصبحوك يفطروك ويغدوك ويعشوك كمان، وان شاء الله ما حد حاول. لا 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 لا، والحكايه هتوصل لحد كده يا روح ما بعدك روح. انا تحت امر سعادتك. كده احبك يا سيد. مين البت دي؟ دي ياسمين. دي بنتك انت وزينة مختار؟ لا، بنت ايه يا باشا؟ انا بنتي ماتت من زمان وهي كان عندها 7 سنين. لكن دي ياسمين شغالة معانا في النصب، عليها دماغ يا باشا، أجارك الله، سم مصفي. اسمها الحقيقي إيه؟ أول ما تعرفنا عليها كان اسمها ياسمين، لكن دلوقتي معرفش اسمها إيه، ده عندها يجي 100 اسم و100 بطاقة كمان. ومين العيال دول؟ ده يوسف الحدق، وده علي هدهد، ودي البت نرمين، ودي بقى سعادتك عارف زينة طليقتي. دول اللي شلت عنهم قضية النصب اللي انت محبوس فيها؟ حصل يا باشا، ما هي الأصول كده، اللي يقع يشيل الشيلة لوحده. أنا وقعت، وحضرتك عارف دول عمرهم ما يقولوا على حد سكتهم في ايه. رجعنا للعوق تاني يا سيدة مستكر. اظبط يا سيد. رحمة أبوك هعمل معاك الصح. يا سعادة الباشا، أنا كنت متصل بيهم على نمرة. سعادتك لما جيت لأول مرة تسألني عن زينة، أنا اتصلت على هدهد وحذرته، لكن بقى معرفش هما راحوا فين بعد كده. سعادتك فكني بقى من الحوار ده يا باشا، أرجوك أبوس إيدك. في 4 ستات جم زاروك من ساعة ما دخلت السجن، مين دول؟ دول كلهم ياسمين، كانت بتطل عليا كل شوية. الصراحة بنت طيبة، وأنا كل اللي يهمني إنها كانت بتشيل نصيبي من كل عملية عشان ألاقيه بعد ما أخرج من السجن. أبوس إيدك يا باشا، حلني بقى من الحوار ده، أنا قلت كل اللي عندي. شريف، خش لابوك. ميرسي يا عمر على مجيتك النهارده، وميرسي على بوكيه الورد اللي بعته. ده واجب عليا يا دكتوره. هروح اكل حاجه، انا اجيب لك معايا؟ لا شكرا. طبعا انت يا عمر بتسال عن سبب الطلب اللي طلبته منك واحنا في البيت عندنا. خلينا نتكلم لما مراد بيه يقوم بالسلامه.
لا يا عمر، احنا هنتكلم دلوقتي علشان هنبتدي الخطوات. خطوات ايه؟ من غير لف ودوران. انا عارفه انت جاي تشاركني انا مش مراد. يا فندم انا ما كنتش عايز يعني. احنا قلنا من غير لف ودوران. كوني زوجة مراد ده هيسهل عليك حاجات كتير. طبعا انت بتعتقد كده، وانت تكسب ومراد يكسب وانا سمعتي تتضرر. واحدة مركزي لا يمكن تسمح بالكلام ده أبدا. بس مراد بيه مشروعاته في كل مكان، مش معنى المشروع ده اللي هيضرك. هيضرني قوي لو تم، وهيفيدني لو ما تمش. مش فاهم يعني ايه. بص يا عمر، أنا عندي ليك عرض. إيه رأيك باللي يخلصك من كل مشاكلك مع الحكومة والوزارات، وفي نفس الوقت تكمل مشروعك ولوحدك، وأرباحك تاخدها كلها ومحدش ياخد منك جنيه واحد. إيه رأيك؟ مراد بيه؟ مش هيزعل، أنا أضمنهولك. يا ريت طبعاً، بس إيه اللي مطلوب مني؟ مؤتمر صحفي صغير تقول فيه عن خروجك من المشروع المول، وتهاجم فيه المسؤولين اللي ورطوك وضحكوا عليك، وتسحب معداتك من السوق، وتهدد بسحب كل استثماراتك من مصر، وترفض أي تدخل من أي طرف. وبعدين؟ ولا قبلين، خلي الباقي عليا. فكر يا عمر. ميرسي على مجيتك. أوروار. أوروار. ايه الورق اللي انا مضيته ده كله؟ ما هو اللي عايز يتعامل مع الحكومة لازم يتعود على الاوراق دي. كل ده عشان اعمل جمعية خيرية؟ ما تقلقيش، ما انا خلاص خلصت كل الاجراءات، مش فاضل غير توقيع اتنين من المؤسسين. مين ايه ده؟ انا مقدمة لوحدي. ما تصدعيش دماغك انت، هو القانون كده، عشان تنشئي جمعية خيرية لابد من 10 مؤسسين.